في مواضيع كده ايه حلوه وجميله الواحد ايه يقعد يفكر فيها، يا ترى هيعمل فيها ايه. يعني احنا يمكن لنا تجربتين انا والاخت هدي في الموضوع ده، انك انت لما تتطلقي بعد تجربه اذا كانت وحشه اذا كانت وسط اذا كانت جامده، في ساعات تجربه قاسيه جدا وبتبقى يعني خرجت بالضالين وشافت المر في الجواز، وفي بتبقى واحده يعني ما اختلفوا في وجهات النظر وباحترام جدا اتطلقوا، وفي واحده تانية او واحد كمان على الاثنين يعني ست او راجل، او في واحد وواحده حصلت مشاكل بس مش الجامده قوي كويس وبيحصل الطلاق. طيب هل الصح بقى ان انا بعد تجربة ان كانت قاسية او وسط او خفيفة طلاق حصل يعني ان انا ادخل في تجربة سريعة او الراجل يدخل في تجربة سريعة جدا يعوض بيها بقى عواطفه ومشاعره والتجربة القاسية اللي مر بيها، فواحدة تنسي واحدة او واحد ينسي واحد زي ما بعض الناس بيقولوا وتروح داخلين في التجربة التانية دي على طول، ولا لازم اخد هدنة طويلة جدا وبعدين ادخل في تجربة تانية؟ طويلة جدا دي قد ايه برضو؟ خدي بالك ان هي الاصل الموضوع الموضوع نسبي، يعني ممكن طويلة بالنسبة لحد تبقى سنة وطويلة بالنسبة لحد تبقى 13 سنة وطويلة بالنسبة لحد تبقى سنين طويلة كتير قوي 13 12 تقريبا انا بشوف 13 انا بقالي انا كتير انا من 98 والله مش اكتر مني بكتير يعني انا 98 لا انا بعديكي بشويه، يعني في كده وفي كده، فكل واحد حسب هدنته بتبقى قد ايه واحتياجه قد ايه، بس في فرق بين ان انا اخرج من علاقه الجواز واخش في علاقه مش بالضروره تنتهي بجواز عشان علاقه عاطفيه عشان تفوقني، ودي حاجه انا ما بحبذهاش قوي لان في العموم الطرف الاخر بيتظلم معايا جامد، وفي فرق بان انا اتعك في علاقه جواز مره واحده وانا فاكره ان انا كده ان انا تمام وسليمه وسويه وبتاع، يعني على الاقل لو دخلت في علاقه عاطفيه فشلت بتسيب نص العمل. لكن اللي بيطلعوا من جوازه بعد سنه او اقل بيكونوا متجوزين الجوازه الثانيه، دي اللي انا بقى ما بفهمهاش قوي. في حاجه كمان مهمه احنا برضو بنغفلها، انت سويتي هنا ما بين الراجل والست في ان هم يقدروا يخشوا علاقه جواز بعد الجوازه الاولى بعد ما طلقوا، الحقيقه انه لا ما فيش، يعني هما الاثنين كل واحد فيهم واقف في منطقه بعيده جدا عن الثاني. ليه؟ لانه في 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 معطيات في المعادله احنا ما درسناهاش. هي الجوازه الثانيه دي جايه لست عندها ابناء من الجوازه الاولى مخلفه ولا لا؟ لانه في حاله وهي مخلفه هي ما تقدرش، هي خلاص الامر بره ايديها بنسبه كبيره، بنسبه كبيره جدا. ليه؟ لانها هي اللي تتحمل المسؤوليه. لا مش بس كده، هي طول الوقت خايفه العيال تاخده منها او طول الوقت خايفه انه طليقها ابو العيال عند مامتها ابو العيال يضايقها يعكنن عليها يقول لها ازاي تتجوزي يبقى انا هاخد منك الحضانه. كمان يا شيري انك تقابلي راجل موافق حتى لو الولاد هيفضلوا معاكي ويقبل ظروف انه يشيل الشيله كلها، كمان ده انت عندك كارثه اكبر، وان الولاد يقبلوه يقبلوا ان في راجل تاني غير ابوهم يبقى في الحياه بالزبط. ما دي اصعب من الست، خاصه لو والدتها اذا كان الولاد ساعات يقفوا لابوهم طبعا. لو والدتها مش موجوده او عندها ظروف او ما عندهاش اخوات بنات، هنا الامر بيبقى فيه تفكير في حاجات تانية كتير، في ابناء هي عايزه تحتفظ بيهم ويفضلوا معاها وهي بتربيهم، وفي نفس الوقت عندها حق انها تتجوز تاني. فبتلاقي ساعات كتير طلقها لا مطين عيشتها ومنكد عليها في الوقت اللي هو ما عندوش المشكله دي، هو لو تاني يوم عايز يصحى يتجوز هيتجوز.